السلام عليكم. خير الدين بجمع معهد المنارة جابس 16 عام. اليوم باش نقدم بروجي نتاعي الكترونيك ابليكيشن فور هوسبيتال فيزيتس. الابليكيشن هذه عندها هدفين مهمين. اولهم هو ان نعلموا يعني المريض في السبيطار, نعلموا الفاميليا نتاعها معناها الحاله الصحيه للمريض وتطوراتها اسرع وقت ممكن, وذلك باستعمال تكنولوجيا حديثه. والهدف الثاني هو ان معناها على ضوء اخر الاحصائيات اللي صارت معناها يقول وتقول اللي 40% من الحس اللي جاي في السبيطار هو ناتج يعني عن الفيزيتور خاصه. هذاك علاش انا حبيت نبعد الفيزيتور وكذلك يعني يبقوا على علم بولدهم ولا بالباسيون اللي هم مهتمين به, وهذا من حقهم اللي هم يعرفوا عليه كل شيء واخر تطورات نتاعه وحتى الصحيه.